السلام عليكم سيدي. بمناسبة العيد الأضحى هبطنا للسوق، زورنا شوية الغلا طالع بزاف، يعني هذا العام هذا ما كاينش بحال دوزنا العام اللي فات والعام اللي فات، كان شوية. هذا العام هذا غالي بزاف، غلا بزاف بزاف، والثمن ديالو طالع بزاف، تقريبا الحولي صغير مرة كيعمل 3500 درهم، ما تقدرش يعني هادشي بزاف. كاين شي عيد هذا اللي قاس بحال هذا العيد هذا، يعني السوق غالي بزاف. بالنسبه للمواطن البسيط ما بالنسبه للمواطن البسيط راه ما حتى شي يعمل يدو في غلا بزاف. وسمعنا على ان الحولي اسبانيا دخل غادي يكون شويه رخيص، وهذا تفاجئنا 3000 درهم من فوق. السوق يعني غالي بزاف، رغم هو كيقولوا مدعم وهذا، ولكن والو هادشي ما كاين منه والو. كنقول والمسؤولين يشوفوا في الموضوع، يشوفوا يعوضوا الاثمنه وهادشي اللي كان. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الاضحيه هذا العام يعني كارثه بالنسبه للناس اللي عندهم الدخل المتوسط والدخل الضعيف، الله يكون في العون. من ناحيه ديال الجوده ديال الاضحيه ما كايناش، وواحد الحديث كيقول يعني الضحيه الهزيله لا يجوز التقرب بها او التقرب بها لله سبحانه وتعالى. بلاتي هذه بنفس الوقت رساله مشفره للمسؤولين اللي تحمل المسؤوليه ديال استورد يعني الخروف من جهات اجنبيه. المهم كنظن ان المواطن المسكين هو اللي واكل الضق، حسبي الله ونعم الوكيل. لا اظن بالنسبه للموظفين واخا يدخل الصالير كاين واحد المجموعه راه ما غيعيدوش هذا العام، مجموعه ما عندهمش الطاقه باش يعيد، لان ما كيوصل الثمن ديال الخروف اكثر من يعني اكبر من القيمه ديال يعني القيمه الشهريه ديال الموظف، راه ما يستحيل انه الموظف يعيد. بالنسبه للبارح درنا معاينه للسوق ديال الخروف، زعما لقينا داكشي المنكر، زعما داكشي لا يصدق. الحولي والو 3500 4000 درهم والو، المصيبه هذه لا حول ولا قوه الا بالله. الو السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، صحة لاباس، كلشي بخير. وحنا الشعب المغربي هو هذا، وبالخصوص مدينة تطوان، هاد السيد الغلاء الله يسلك على خير، نطلب الله الله يصبر فينا، هاد الشيء اللي يقول الإنسان. دابا بحالي أنا كان حارس السيارات كنقيل كنترزق الله، داك الشيء اللي جاب الله تبارك الله، ولكن الإنسان باش يمشي يشري الحولي 3000 4000 درهم ني غنجيبه، وكاري والما والضو وزيد المرض، والله إلا كنمشي غير بالدواء باش كنمشي، وهيداك الله يصبر فينا. لا والله مدينه تطوان هي هذه، نطلب الله يكون خير ان شاء الله يا ربي، وهاد المسؤولين الله يهديهم علينا، الله يهديهم علينا هاد المسؤولين. هادشي اللي يقول الانسان والحمد لله. دابا عاد واحد السيد هبط بواحد الجديد، سولت اختو اش كتبيعو، قال لي كنبيعو، قلت له شحال؟ قال لي 4000 درهم. واش 4000 درهم جدي؟ وي ما فيهش حتى 20 كيلو، ما فيهش 4000 درهم. والله يا ودي هادشي كيخلع، هادشي هذا صافي. دابا احسن مشينا صافي، الله يهدي هاد المسؤولين يشوفوا فينا شويه سيده، ويعطيونا شي حاجه هيدا، شي دعم ولا شي حاجه اللي يقدر يوقف معانا.